بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، تم في المركز اليسوعي بجبل الحسين بعمان انتخاب الأخت سيسيل حجازين من راهبات الوردية رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن، بحضور الأب ماركو الممثل الكنسي للاتحاد، والأخت برونا رئيسة اتحاد رهبانيات في الأراضي المقدسة، والأب رشيد مستريح المرشد العام لاتحاد الرهبانيات، وعددا من الراهبات المسؤولات من مختلف المؤسسات الرهبانية. وابتدأ الانتخاب بصلاة افتتاحية، تلا ذلك تقديم التقارير الإدارية والمالية حول السنوات الثلاث السابقة ومناقشة خطة العمل للدورة القادمة والتي تستمر لثلاث سنوات أخرى. كما تم خلال الاجتماع انتخاب الأخت سناء سماوي من أخوات مريم الفرنسيسكانيات سكرتيرة للاتحاد، والأخت وجدان مكرم مسؤولة مالية، نورسات الأردن ممثلة بمديرة المكتب الدكتورة باسمة السمعان، وطاقم العمل يتقدمون بأحر التهاني إلى الرئيسة الجديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن والأخوات الراهبات المنتخبات، متمنين لهن التوفيق والنجاح في خدمة الكنيسة. اليوم في انتخاب مسؤولات في هذا الإقليم حتى يواصلوا عمل التعاون والتنسيق بين مختلف الرهبنات اللي تشتغل في مجال التربية والتعليم، المستشفيات، ملاجئ العجزة، الاهتمام بالفقراء، بالمعوقين، وأيضا بالعمل الرعوي مثل تحضير الأول المناولة، زيارة البيوت، تعليم الدين في المدارس. فالجمعيات الرهبانية في كل مكان هي العمود الفقري للكنيسة، وهي الوجه الكنيسة الخارجي. وفي الأردن نشكر الله الجمعيات الرهبانية تعمل بكل جدية وتعاون، ونتمنى للجنة الجديدة النجاح في التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الرهبانيات. ثلاث رهبانات من الكامبونية الوردية فرانشيسكان دي ماري، إن شاء الله يكون يا رب عند حسن نيتهم وأدى المسؤولية ونخدم المجتمع المحلي والكنيسة والأبرشية ونكون شهادة حية للمسيح في حياتنا.